تيجي انت ابو جيك بدك تتفائل، مين بتحضر على عندك حدا بدك تتفائل فيه؟ بضل في اشياء تتفائل فيها. ليلى عبد اللطيف، ليلى عبد اللطيف كان ضيف الاسبوع الماضي ببرنامج انا هيك مع نيشان، وشي كله بتتفائل. تعرف انه الصيفيه واخير عن الصيفيه هيدي الصيفيه نار. اول سؤال بده يوقف عند توقعك لما كنا بثوره 17 تشرين. قلتي لي ما في اجمل من هالصيفيه يلي جاي. انا عم بطلع وبشوف ان كان مناطق فريا، فقرة، برمانة، زعرور، اهدن، كلها مناطق فل. المطاعم فل اول ما فتحت نيشان. طلع اذا فيك تاخد بيت او اذا فيك تاخد شاليه. نعم. صوب فريا وفقرة. بعدين ما حدا من السياسيين مسافر هالسنة، ولا حدا حيسافر، كله حيصيف بلبنان. صيفية نار، كله بدي صيف بلبنان، ما بتلاقي شاليه، ما بتلاقي اوتيل، ما بتلاقي فندق. صيفية نار. صيفية بتجنن بلبنان. هلا فوت تفاصيل انت. ايه. فوت شوفي بهالصيفية يا ليلى، نار الصيفية، مش نون السياحة، شنون؟ شوفي هالصيفية يا ليلى، بتخبرك. لبنان على مشارف أزمة طحين ومازوت وأدوية وأراها آتية لمحل. أرى دماء وغضب على أبواب بعض المصارف، ومن هنا سنشهد عودة الإقفال للمصارف اللبنانية لفترة تانية بسبب تهديدات تحمل الخطر والخوف على هذه المصارف. أعداد اللبنانيين للأسف الذين سيصبحون بلا مدخول لفترة من الزمن، نرجع نقول بسبب الظروف الاقتصادية القاهرة، قد يصل للأسف الشديد إلى عتبة المليون وما فوق. يعني الضمان الاجتماعي يتعثر أمام الضغوطات والعقبات المالية الطارئة، ونراه في حالة إرباك أمام دفع مساحات المستشفيات. الدولار في لبنان للأسف مرة تانية وثالثة ورابعة، أنا حكيت معك وحكيت عبر كذا محطة، بتتخطى عتبة 8000 و10000 و12000 في المرحلة الصعبة القادمة، وربما يصل من فوق 15000. وما بين الارتفاع والهبوط سيتم تثبيت سعر صرف الدولار على 5000 ليرة، مش هلا، يمكن 2022. صيفية بتجنن ابو جيك، ضمان حيفلس، مازوت ما في، طحين ما في، دم على باب المصارف، دولار 15000 ابو جيك، بس صيفية روعة من الروعات. مش فرية وفقرة. ايه مش فرية وفقرة. فاذا شو بضل ناقصك تضرب الصيفية على الاخير؟ شو؟ حرب؟ شو قلت؟ حرب. صيفية بتجنن، في بس تفصيل صغير ما انتبهنا له. يعني في ضربة إسرائيلية عم بتقولي حسب توقعاتك؟ في، نعم. إذا بدك خلينا نقول أيمتى بالصيف هيدا؟ حطتها أنا، وين كنت حطتها؟ لا مش عم فتش عليها. هلا برجع بقول لك بالصيف ولا مش بالصيف؟ لا أنا بس بالصيف ولا لا؟ بالصيف. لا. مين عم بقول لا؟ أنا عم بقول يمكن بتموز، شهر تموز، شهر الجاي. الله لا يطمنك يا ليلى على الخبرية. غاب عن الوعي، صيفية بتجنن، في بس تفصيل صغير إنه في ضربة إسرائيلية بتموز، بس صيفية بتجنن. كيف بدك تكون صيفية بتجنن؟ السواح هون ما عندهم لا مازوت ولا طحين ولا بلا مصارف، وضربة إسرائيلية، شو بدهم يجوا يعملوا؟ بدهم يجوا يموتوا معنا بس؟ هي قصدها إنه رح يجوا بس ما رح يرجعوا. هي قصدها إنه صيفية بتعقد، سنموتوا بعد قليل. عرفت كيف؟ هي هيك قصدها، صيفية رهيبة. بس هي المشكلة انه بس الوضع سيء بلبنان ابدا، وضع بالعالم هو المنيح، صيفيه بالمنيحه بالعالم، بالعالم الوضع هيك. موجه جديده من الجراد تجتاح اسرائيل، العدو الاسرائيلي، وبعض الدول المجاوره منها لبنان ووزاره الصحه تتاهب. وباء جديد ممكن يكون صوب، هلا بنقول لك صوب الهند، باكستان، افغانستان، افريقيا، بيهدد للاسف الملايين. حشرات مؤذية ومخيفة تنتشر في العالم وبعض الدول وخصوصا أمريكا، الهند، بنغلاديش، باكستان، نيجيريا، المكسيك، أندونيسيا، البرازيل، الفلبين، تايلاند، أثيوبيا، كولومبيا ومصر. كل هذه البلدان ستواجه ظاهرة غريبة ومشكلة مفتعلة تؤدي إلى انتشار حالات كبيرة من العقم بين النساء والرجال. زلزال مدمر يضرب أحد الدول مما يؤدي إلى قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وهذا الزلزال يتجدد ويمتد لعدة دول مجاورة. تواجه بعض البلدان العالم الثالث عودة الأمراض الكوليرا والجدري والجرب بسبب نقص المياه والبيئة الملوثة. كارثة مخيفة تضرب الهند وباكستان. إيه كارثة مخيفة. تضرب الهند وباكستان وأفغانستان ونيبال، للأسف والموتى بالآلاف، وتحول تدريجيا إلى كارثة عالمية. زومبيز، وين الزومبيز؟ ما في زومبيز. المرحلة الأخيرة طبعا مورتال كومبات، وين؟ شو هاي؟ ما في زومبيز.
مش معقول. بعدنا احسن من غيرنا يعني. جرد، وباء، عقم، مازال عقم. وفوق كل شيء ليك وتبي نفس الدول، هند، باكستان، نيبال، برازيل، كل افريقيا، كل الدول هول جايين وباء وجايين حشرات جراد وجايين زلزال وجايين عقم. يعني حيلتعن سنسفيل الحريق تبع حريب حروم يعني. فيك ترجع تحضر هالحلقه من لهون وبس عبر ابلكيشن ال بي سي اي ساعة اللي بدك وين ما كنت.